السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو غادي يكون خفيف ظريف. غنشارك معكم سندويشات اللي غزالين بزاف وسهلين التحضير وما كياخذوش بزاف ديال الوقت، كيصلحوا كوجبه غداء او وجبه عشاء. بلي سندويش بالباكيت اللي سبق اللي حضرت معكم بالخبز المسلوق كيجيو غزالين. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. غنبدا بسم الله. بالنسبه للمكونات، هنا انا عندي واحد صدر ديال الدجاج قطعته بحال هكا، غنضيف ليه شويه ديال الثومه، فص ديال الثومه محكوك، شويه ديال التحميره، الملحه، الابزار، شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطع رقيق. غنضيف واحد معلقه ديال الموطارد، وغادي نضيف واحد معلقه كبيره، قياس معلقه كبيره ديال دانون السوس، قليل من زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، غنضيف لهم هنا واحد عندي فلفله حلوه، غنضيف عليهم حتى هما، وغادي نخليهم ندخلهم الثلاجه، وغادي نخليهم يترقدوا على الاقل واحد ساعتين بالمكانه. الا كان ممكن تخليهم ليله كامله من الاحسن، كيجيو طريين وهشاش. الا ما كانش يعني تقدروا تخليهم ليله كامله، فقط ساعتين بالمكانه كافيه. فانا كيف ما كتشوفوا، بعد ما خليتهم ساعتين بالمكانه، انا خليتهم فقط ساعتين، من الاحسن تخليهم ليله كامله، كيجيو رائعين بزاف. وكي يعني الا الدجاج كتشرب ديك الشرموله كيجي غزال. غنخلي حتى تشحروا مزيان وطيب لينا الدجاج دوك الفلافل، ومن بعد غادي نعمروا لي ساندويش ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا، بعد ما شحرت الدجاج ديالي صراحه كيجي طايب. هنا غناخذ معكم الباكيت اللي خدمت معكم من قبل، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيف ما كتشوفوا هنا، فكيف ما كتشوفوا راه كيجي طايب وطري من الداخل. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنا غناخذ مطيشه والبصله من بعد ما قطعتهم رقاق، وهنا شويه ديال الفرماج، وهنا مايونيز. ناخذ الباكيت ديالي ونبدا نعمر. ندهنوا شويه ديال المايونيز بحال هكا، ناخذ الدجاج بالشكل هذا، ندير شويه ديال البصله. البصله اختياريه، كاين اللي ما كيبغيهاش وكاين اللي كياكلها. انا من عشاق البصله، وكنصحكم انكم تاكلوها في هذه الفتره، خصوصا في هذه الفتره كتقوي المناعه. نضيف كذلك طريفات ديال مطيشه بالشكل هذا، وشويه ديال الفرماج اختياري. الناس اللي عندهم، اللي ما عندهمش ما يديروش، كنحصلوا على ساندويش بهذا الشكل هذا. كنعاود ندير واحد اخر. هادو هما لي ساندويش ديالي من بعد المسالي، صراحه كيجيو غزالين وممتازين، مذاق رائعين وسهلين في التحضير. هذا بالنسبه للفريد، راني سبق لي حضرت معاكم، كنجبدو من المجمد وكنقلي مباشره، كيجي مقرمل، كيجي بحال ديال ماكدو، ورافقته بشويه ديال الموطارد وشويه ديال المايونيز. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتناس تحسن ديالكم، وما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو اللي عجبتكم واشتراك القناه. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله، وبسلام عليكم.